الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في البيت العماني، حياكم الله أيضا في قناتكم قناة مجان الفضائية اللي تتواصل معاكم للسنة الثانية من هنا، من هذا المكان الجميل، من هذا البيت، بيتكم البيت العماني. وتحية للجميع، تحية أيضا لأمل. مرحبا يا أمل. حياك يا عبد الله، وحياكم الله مشاهدينا معنا في هذا اللقاء اللي بيجمعنا معاكم إن شاء الله على مدار وقت برنامجنا بنقضيه مع بعض. نتمنى دائما أنكم تظلوا متابعين للبيت العماني وأيضا مشاركين في برنامجنا من خلال الفقرات اللي بنقدم لكم إياها إن شاء الله في هذا الوقت اللي يجمعنا معكم. أعزائنا المشاهدين، البيت العماني منوع. نرحب بكل الإخوة المشاهدين اللي انضموا الآن للمشاهدة، سواء كانوا متابعين من قبل أو انضموا الآن حديثا لمشاهدة هذه القناة. معنا مجموعة من الأمثال الجميلة، الحكايات الشعبية، أيضا عندنا اللغز اليومي اللي من خلاله يعني ناخذ إجاباتكم عليه من خلال ثلاثة خيارات يطرحها الشاعر، ودائما نسعد باتصالاتكم. حياكم الله دائما البيت العماني وأيضا اللغز. خلونا نشوف. يوم أحمل الخير وصلني لديرتهم، باشوف ديك السفن اللي تصنع لديرتهم، شحشح وميدان وكثير فنون في ديرتهم، أهلها أسود البحار ونواخذها فيها، عنوان لهم في المجد تاريخ يرويها، كم من صروح للعلم قابوا وسبانيها، أبغى الفسر يا أخي كان تعلم بديرتهم. هذا اللغز. أما الخيارات، هل هي مسندم؟ ولا صحار ولا صور؟ الشيخ ايوه بسميت
باسمك يا كريم وأعوذ بك من كل شر. تهدي الصراط المستقيم من درب الطعذر صبيان كبار الشيخ. هذا الشهر فضل عميم خيم على أوراق الشجر. واسلم أكيد. وشكلها هنا أمينة الحين بدأت تجهز لنا الطبخة الأكلة العمانية الحلوة اللي بنتعرف عليها إن شاء الله على الوقت القادم. أيضا هنا العم سالم اليوم موجود ومنور المكان بالقهوة، وعاد مرة ما يحتاج دخان عبد الله. أي طبعا، لأنه سالم ما شاء الله يعني الآن قاعد يجهز القهوة. القهوة أيوة. سالم جاهز القهوة ولا بعد جاهزة؟ سبيك سبع يا سالم ان شاء الله عليه. شفتوا اللغز مشاهدينا الكرام، وما ادري كيف، هل الخيارات كذا راقت لكم وعرفتوها؟ ايش رايك نختبر المشاهدين؟ اكيد يلا، وطالما بيجاوبوا بسرعه وعلى اللغز والاجابات كلها متشابهه معناته اللغز بسيط. ومعنا اول اتصال ابرار. مساء الخير. مساء الفل يا هلا يا ابرار. اخبارك؟ الحمد لله طيبه. ايش اخباركم؟ الله يسلمك حبيبتي. ايش اخباركم؟ الحمد لله. من وين؟ من الشرقيه. من الشرقيه. طيب حياك حياك. ها شفت اللغز معنا اليوم؟ اي شفته. يعني نص نص ولا سهل؟ الاجابه سور ان شاء الله. الاجابه سور. السور. ايوه. طيب ان شاء الله تكون الاجابه صح. ايوه. ممكن اقول سعر شويه عن رمضان؟ عن رمضان يلا نسمع. طيب سلام الله وتحياته على رمضان واوقاته، سلام الله على الصيام ومن بالصوم دايم هام، وسلام الله على الفجر على اللي قام من بدري ونوى من قلبه الطاهر يصوم وبالدعاء ساهر. ومشكورين. الله مشكورة يا أبرار، تسلمي على هذه الكلمات الحلوة والمعبرة أيضا على مشاركتك. مشكورة. شكرا يا أبرار. يعطيك الصحة والعافية يا أبرار على هذه الكلمات الحلوة. نشوف بعد من معانا. مرحبا يا تهاني. السلام عليكم. عليكم السلام. تمام الحمد لله. تهانينا إليك يا تهاني. حبيت أجاوب على سؤال اللغز. تفضلي. ولاية فطور؟ ما أعرف والله، أنا ما أعرف إيش در يعني. أنت إيش تقولي؟ صور؟ أيوة أقول صور. يلا إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. مرحبا بك. تفضلي يا أمل. شوي يا عبد الله. معنا اتصال. مرحبا. السلام عليكم. حياكم الله ولغزنا بسيط وسهل كالعادة. ومعانا عمر. أيوة. حياك يا عمر. الله يحييك. شو أخبارك؟ الحمد لله. من وين؟ من ولاد بركة. حياك يا عمر. ها كيف شفت اللغز اليوم؟ ما سمعت، أول مرة أشوف البرنامج شارك. أول مرة تشارك وتشوف البرنامج. أيوة. يا عمر طيب إن شاء الله عشان خاطرك أكيد بنشوفه بعد شوية، لكن إيش رأيك نسألك أيضا سؤال؟ سألني سؤال. طيب اذكر لي كذا أربعة من الفنون الجميلة اللي معروفة، واستضفنا العديد من ضيوفنا أيضا هنا من أي مناطق أنت تختارهم أو من أي محافظة. أربع فنون جميلة، فنون عمانية مشهورة ومعروفة. على راحتك. محافظة نطقط مثلا. ليوة. ولا روح صوب الداخلية ولا الباطنة. طيب عطيني إيش عندك؟ أول مرة أشارك برنامج. سهل يا عبد الله صح؟ زين. العديد من الفنون اللي عندنا طبعا هنا. ايوه الفنون، ما تعرف الفنون العمانيه؟ فنون مثل الرزحة يعني مثلا. وكمل انت. مثل فن المالد. المالد. والليوه و الرزحه. ايوه. قالك واحد يلا. ها و المكوارة. مثلاً. يلا يعطيك العافية. طيب شكراً لك. شكراً. مكورين. الله يسلمك. شكراً جزيلاً على اتصالك. السلام عليكم. مرحبا يا شمسة. وعليكم السلام.
كيف؟ هلا عبد الله، شو اخبارك؟ بخير الحمد لله، كيف حالك انت؟ الحمد لله بخير. يمكن نشارك؟ والله عاد انا وش اقول لك، انا ممكن تشارك امل ولا لا؟ اكيد ممكن، وممكن ونص. ولايه صور. شكرا جزيلا، العفو، حياكم الله. دائما يوم انا اكلمهم يصيحوا اليهال. شكرا جزيلا. خليني اصيح بعد حد باليهال. السلام عليكم. السلام عليكم. يستانسوا عبد الله يمكن يسمع صوتك. الله يخليك، شكرا. السلام عليكم، ولا خرعهم يمكن. السلام عليكم. السلام. مساء الخير. الله بالخير والسرور. كيف الاخبار؟ طيب، حياك الله. يا مرحبا وسهلا. مين؟ مع وليد. وليد، اخبارك؟ طيبين. كيف حالك يا وليد؟ الحمد لله وعافية. يا مرحبا وسهلا، تفضل يا وليد. ابغى اجاوب على اللعب. تفضل. في ولاية صور ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا جزيلا. العفو، مرحبا. ومعنا بعد اتصال اخر. السلام عليكم. هنا القهوة اليوم شكلها تبى تستوي حلوة كثير، عشان كذا عبد الله الدخان. عادي مشكلة، عادي، انا ما قلت شيء. ايوه، السلام عليكم. السلام، كيف طيبين؟ الحمد لله اخوي، ايش اخبارك؟ الحمد لله تمام. حياك الله، مين معانا؟ سعيد سليمي. حياك يا سعيد، ايش اخباركم؟ الحمد لله بخير. ايش مسوي يا سعيد؟ الحمد لله. الله يسلمك، كيف شفت اللغز اليوم؟ الحمد لله سهل اليوم، سهل سهل سهل. يلا ايش الاجابة الصح؟ طبعا صور. صور صور. طيب ان شاء الله تكون اجابة صح ان شاء الله. تعالى. شكرا جزيلا. شكرا، ما شاء الله عليكم كلكم تقول صور، ويا حالات صور، وصور العفية وبحرها بسفنها بجوها بناسها الطيبين. فاطمة، السلام عليك يا فاطمة. وعليكم السلام. مرحبا يا فاطمة، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. من وين؟ من مسقط. حي الله بهالمسقط، تفضلي يا فاطمة. أريد أجاوب على سؤال اللغز. تفضلي. صور. صور، إن شاء الله إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. شكرا شكرا. إذن عبد الله احنا اكيد بنكمل، لكن بعد اليوم معنا ضيوف منورينا هنا في البيت العماني، انا بروح كذا عندهم بنسلم عليهم وبناخذ اخبارهم الحلوه. زين، وبنتواصل ان شاء زين الله. زين، يعطيك العافيه. وانا اتواصل مع المشاهدين لما امل توصل هناك وترحب بضيوف. السلام عليكم. مرحبا يا مريم. ما شاء الله على الضحكة الحلوة، يا رب إن شاء الله دائما ابتسامتكم وضحكتكم دائما إن شاء الله. مين أنتي؟ قطعوها المكالمة، ما عليه، نشوف مكالمة ثانية. السلام عليكم. السلام عليكم. أعزائنا، رقمنا كذا ظاهر على الشاشة محليا ودوليا، نتمنى من الجميع إن شاء الله التواصل معنا في البيت العماني. مرحبا يا أحمد. نعم، مرحبا. كيف حالك يا أحمد؟ الحمد لله بخير. حياك الله، من وين أخوي أحمد؟ من العمرة. يلا، دياركم عامرة إن شاء الله دائما. إن شاء الله دارنا ودارك. يلا تفضل، إيش الإجابة على اللغز؟ صور إن شاء الله. صور. أيوة. وعاد صور تو كلهم رعاد صور يمروا منك من صوبكم في الشارع الجديد. أيوة السلترة. شكرا جزيلا. العفو، حياكم الله. ناخذ بعد مكالمة. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد كيف حالك؟ خفضنا على صوت. الله يسلمك. خفض على صوت التلفزيون يا محمد. إن شاء الله، كيف الحال؟ طيب؟ الحمد لله. من وين أخوي محمد؟ من منطقة الشرقية، ولاية القابل. من القابل؟ أي نعم. يا حي الله، ذكرنا بشعار هذه الولاية الجميلة. ولاية القابل الخيل. الخيل. اي نعم. كيف مستعدين للعيد ان شاء الله هناك؟ ان شاء الله، ان شاء الله. وين الميدان هناك في ولاية القابل؟ ميدان؟ هي الميدان اللي عليه تعملون السباق. السباق والله في الولاية. وين، اي منطقة؟ في الدريز، ولاية القابل. في الدريز. ها؟ ايوه. ما شاء الله، ان شاء الله بس الجميع يعني يحضر معاكم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. يلا تفضل. جواب لا يصول. حياك الله، شكرا. تسلم، الله يخليك. بارك. مرحبا بك، الله يحييك، شكرا. وعندنا سيف، مرحبا يا سيف. سيف. ايوه تفضل. السلام كيف؟ عليكم. مرحبا اخوي سيف، كيف الحال؟ الحال طيب الحمد لله. الله يسلمك. من وين يا سيف؟ من السويق. من السويق. اي نعم. يا حي الله بهالسويق، تفضل. الاجابه صور. صور. ايوه. ما سويق؟ لا صور ان شاء الله. انا اقول لك لا تتبعهما.
شاء الله يعني الواحد يفهم اللغز. يلا زيد ما دامك فهمت اللغز ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. ان شاء الله. يا مرحبا وسهلا، لانه دائما بعضهم يتبعوا اللي اول واحد يجاوب. السلام عليكم. والارقام اعزائنا المشاهدين ظاهره على الشاشه. مرحبا يا امينه. ارقام اعزائنا المشاهدين. الو، من اذا عمار ولا امينه؟ عمار. عمار مساء الخير. عمار. عمار ما بكلمك واذا وانت رافع الصوت. عمار ما بكلمك واذا وانت رافع الصوت. الو. ايوه عمار، وش الاخبار؟ تمام الاخبار الحمد لله. الحمد لله. الحين زين؟ ها؟ لا 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 عمار اسمح لي، اسمح لي يا عمار. عمار ما ملتزم معنا، ننتقل إلى أمل وخلينا نشوف. ترحب بالضيوف. حياكم مشاهدينا، ومثل ما ذكرنا أيضا عندنا ضيوف موجودين معنا اليوم في البيت العماني، وكالعادة ما شاء الله عليهم ضيوفنا أكيد بينورون المكان بالفنون الجميلة وبالحوار والسوالف الأحلى معاهم. معانا هنا خالتي العبده الحبسيه. مساء الخير خالتي. نور، كيف حالك؟ الحمد لله. اخباركم؟ الحمد لله بخير وعافيه. الحمد لله على السلامه. جايين من ابره ما شاء الله. ايوه من ابره. حياك الله. الله يحييك. ايضا عندنا خالتي عائشه. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ الحمد لله. حياكم الله. منورينا اليوم هنا في البيت العماني. الله يسلمكم، وان شاء الله اكيد بنستمتع احنا والمشاهدين معاكم مع مجموعه من الفنون اللي محضرينها ان شاء الله. الله يسلمك. خالتي بس نتكلم في البدايه، ايش اهم الفنون اللي موجوده مثلا عندكم في ابره وكذا، ما زالت يعني لحد الحين موجوده وتمارس في الاعياد في المناسبات والاعراس؟ بوزلف من اشهر الفنون اللي عندكم. من اشهر الفنون. نعم. وعندكم اظن بعد فن المغايه. فن المغايه ضي، وهذا المشهور هو في العرس. زفه العروس. زفه العرس. ايوه. الناني وهذا كله. ايوه. وهذه الفنون لحد الحين موجوده على حد الحين؟ نعم لازال لازال في الاعراس وكذا. ايوه هي. جميل. الحمد زين. عاده هذه الفنون هي فقط يعني تقام وتكون فنون نسائيه ولا هي فنون مشتركه؟ والله في فنون مشتركه رجاليه نسائيه. رجاليه نسائيه. في فنون نسائيه. نسائيه فقط. ايوه. اللي هي مثل زفة العروس. مثل اللي زفة هو فن العروس. فن نسائي. فن نسائي. وفي مشترك يعني نطلع العروس يعني زفها برا يكون مشترك. مشترك رجالي. ايوه رجال ونسائيه. ايوه رجال بفنهم قدام واحنا وراهم بفن زفة العروس. زين لحد الحين هذه الفنون يعني مثل اول موجوده ولا تحسي الحين شوي الناس بدات يعني ما كثير يعني تتواجد مثلا هذه الفنون؟ تغيرت تعرفي وحدش. لكن موجوده طبعا. موجوده الحمد لله، موجوده لا زال موجوده. جميل. زين ايش رايكم كذا نبدا معاكم ومع المشاهدين بفن جميل كذا تسمعوني اياه في البدايه؟ ايش بتحضرونا في البدايه؟ المغايض. طيب حلو، نسمع منكم خالتي. يوداني يوداني وعلى عاشا، يوداني يوداني وعلى عاشا، وبالويل من داني وعلى عاشا، وهيا ويوعيني وعلى عاشا، هيا ويوعيني وعلى عاشا، يوداني يوداني وعلى عاشا، يوداني يوداني وعلى عاشا، بالويل من داني وعلى عاشا، وهيا ويعيني وعلى عاشا، هيا ويعيني وعلى عاشا، وسميتي بلادي وعلى عاشا، سميتي بلادي وعلى عاشا، على نقيتي متبادي وعلى عاشا، على نقيتي متبادي وعلى عاشا، يوداني يوداني وعلى عاشا، يوداني يوداني وعلى عاشا، بالويل من داني وعلى عاشا، وهيا ويعيني وعلى عاشا، وهيا ويعيني وعلى عاشا، وصليتي بشعار رسول وعلى عاشا، وصليتي بشعار رسول وعلى عاشا، وعين الحاسد بتزول لو عاشا، وعين الحاسد بتزول وعلى عاشا، يوداني يوداني وعلى عاشا، يوداني يوداني وعلى عاشا، وبالويل من داني وعلى عاشا، وهيا ويعيني
وعلو عوشه وهيا ويعيني وعلو عوشه وصليتي بش عن النبي وعلو عوشه وصليتي بش عن النبي وعلو عوشه وعين الحاسد تهتبي وعلو عوشه وعين الحاسد تهتبي وعلو عوشه يوداني يوداني وعلو عوشه يوداني يوداني وعلو عوشه بالولي من داني وعلو عوشه وهيا ويعين وعلو عوشه وهيا ويعيني وعلو عوشه وبان غايض شوين حن وعلو عوشه وبان غايض شوين حن وعلو عوشه وفارق الليل يمحن وعلو عوش وفارق الليل يمحن وعلو عوشه يوداني يوداني وعلو عوشه يوداني يوداني وعلو عوشه وبالوالي من داني وعلو عوشه وهيا ويعيني وعلو عوشه وهيا ويعيني وعلو عوشة نغايضني بالعادة وعلو عوشة نغايضني بالعادة وعلو عوشة والعادة صينية وعلو عوشة والعادة صينية وعلو عوشة يوداني يوداني وعلو عوشة يوداني يوداني وعلو عوشة وبالوالي من داني وعلو عوشة وهيا ويعين وعلو عوشة وهيا ويعيني وعلو عوشة والعادة صينية وعلو عوشة والعادة صينية وعلو عوشة وعاقر ويونية وعلو عوشة وعاقر ويونية وعلو عوشة يوداني يوداني وعلو عوشة يوداني يوداني وعلو عوشة بالوالي من داني وعلو عوشة وهيا ويعين وعلو عوشة وهيا ويعين وعلو عوشه غايضنا وعيينا وعلو عوشه غايضنا وعيينا وعلو عوشه وهيش نبات عطينا وعلو عوشه وهيش نبات عطينا وعلو عوشه يوداني يوداني وعلو عوشه يوداني يوداني وعلو عوشه وبالوالي من دان وعلو عوشه وهيا ويعيني وعلو عوشه وهيا ويعيني وعلو عوشه وهيش نبات عطينا وعلو عوشه وهيش نبات عطينا وعلو عوشه نشيلها في يدينا وعلو عوشه نشيلها في يدينا وعلو عوشه يوداني يوداني وعلو عوشه يوداني يوداني وعلو عوشه وبالوالي من داني وعلو عوشه وهيا ويعيني وعلو عوشه وهيا ويعيني وعلو عوشه نشيل في يدينا وعلو عاش نشيل في يدينا وعلو عاش بشي يرضينا وعلو عاش بشي يرضينا وعلو عاش يوداني يوداني وعلو عاش يوداني يوداني وعلو عاش وبالوالي من داني وعلو عاش وهيا ويعين وعلو عوشة وهيا ويعيني وعلو عوشة ويا حبي تليلي وعلو عوشة ويا حبي تليلي وعلو عوشة وتخضع وميلي وعلو عوشة وتخضع وميلي وعلو عوشة يوداني يوداني وعلو عوشة يوداني يوداني وعلو عوشة وبالوالي من داني وعلو عوشة وهيا ويعيني وعلو عوشة وهيا ويعيني وعلو عوشة وتخضع وميلي 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 وعلو عوشة مشكورة خالتي مشكورين على هذا الفن الجميل وهذه الأغنية والكل اندمج حتى اللي هناك بس نروح أيضا عند زميلي عبد الله وبنرجع إن شاء الله نسمع منكم المزيد. حلو حلو هذا التناغم الجميل وهذا الفنون الحلوة القادمة من ولاية إبرة العزيزة. احنا كذا بنتواصل مع المشاهدين في حل اللغز وفي أيضا حل أسئلتنا التراثية الموجودة معنا. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال؟ مرحبا أخوي علي، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. من وين؟ من ولاية العمرات. حياك يا علي، إيش بغيت؟ اللغز تحيل؟ اللغز ولا سؤال؟ تفضل. اللغز اللغز. إيش الإجابة؟ صور صور. نعم. يلا إن شاء الله تكون صور. إن شاء الله.
حياك الله. ناخذ بعد مكالمة. مرحبا يا آمنة. آمنة السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا آمنة. كيف الحال؟ حال طيب الحمد لله. بغيت اسمع اللغز تعرف. تفضلي. تقريبا صور. والله ما ادري انا صراحه ما شفت اللغز انا صدقيني. يعني ساعه كامله على اسمع الكنترول اخر شيء يخافني والله ما ادري انا قلت لهم انه قالوا صور ديك ساعه قلت لهم غيروا شويه. والله ما ادري والله ساعدنا ما اعرف انا ما شفت اللغز انا ترى كذا اقول لهم غيروا لاني ما شفت احاول ادهيهم شويه. يمكن صور. يلا يعطيك العافيه شكرا. بعد معنا مكالمه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ سميه سالم. سميه؟ نعم. تفضل يا سميه بتجاوبي على اللغز ولا تبي سؤال؟ لا الاجابه على اللغز. وايش الاجابه؟ الاجابه صور. صور؟ نعم. انت من وين يا سميه؟ انا من جعلان. من جعلان؟ نعم. اي وحده جعلان عاد هناك بن ابو علي وبن ابو حسن؟ لا ابو حسن. حلو. ايش الفنون اللي موجوده عندكم هناك اكثرها؟ ابو حسن؟ هي وايد معنا لغايه. معنا الالعاب الشعبيه بعد. الالعاب التقليديه نعم. ايش من الالعاب؟ كتوم بتوم. ايش اسمها؟ كتوم بتوم. كتوم بتوم كيف هذه؟ والله حلوه لو تقول لنا اياها. هذه لما نمد رجلنا احنا معنا بنات. ايه ونلعب يعني وحده منا تضرب يدها على ارجل البنات الثانيات. وشو تقول؟ اغني لك اياها يعني؟ هي طبعا. كتم بتم يا لي بتم يا تنغنم اتغنمنا اتغنم بنات السلطان بن قطان راعي الجت والشوران عمتي خايريني من هذي لا هذي مسك العنبر فوق هذي. الله كل العنبر والمسك فوق هذي. شكرا جزيلا. لو سمحت انا غلط في البيانات مع الكنترول يعني اريد اصححها. خلاص هم بياخذوا الحين المكالمه. خذوا مكالمتها يا اخوه ويا اخوات. ارقامنا واضحه على الشاشه وحلو هذا التفاعل منكم اعزائنا المشاهدين. يعني كذا الواحد يخبرنا عن لعبه، واحد يخبرنا عن فن من الفنون، واحد يخبرنا او واحده ايضا عن اكلات شعبيه. سلام عليكم. اكلات عمانيه اقصد. سلام عليكم. ناخذ من معانا. مرحبا يا مريم. مرحبا يا مريم. مرحبتين. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. من وين؟ من عبري. من عبري. أيوة. يلا خبرينا عن لعبة من ألعاب البنات في عبري. العريجة. العريجة. أيوة. كيف تلعبوها هذه اللعبة؟ هذه اللي لما نرمي حطة ونعرج برجل واحدة. يعني تمشي برجل واحدة. أيوة. مسافة بعيدة ولا قريبة؟ لا نخطط في الأرض. أيوة. مثل المربعات يعني تعمل. ايوه فيها ولا بس كذا تلعبوها وانتم ساكتين؟ نلعبها واحنا ساكتين. ما تقولوا ولا شيء؟ لا. زين ايش اللعبه اللي فيها اغنيه ولا فيها كذا هزيج يعني؟ شبره امره. هذه شبره امره حديثه لكن لا احنا باغيين كذا من العابنا القديمه. ما اذكر. يلا شكرا جزيلا. نرجع للصوت الحلو القادم من قبل لها في مكالمة. سلام. مرحبا عشان يقول لي الوليد انه ما نأخر المتصل العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. كيف الحال؟ الحال بخير. كيف حالك انت؟ الحمد لله تمام. مين معانا؟ فائقة. فائقة من وين انت يا فائقة؟ من مسقط. حلو. اليوم كلنا نسأل عن العاب البنات. ايش من العابكم هناك اللي تمارسوها من زمان في مسقط؟ صراحه بس امارس القرنقشو. بس القرنقشو؟ بس والاعياد. وفي الاعياد ايضا. ايوه. ما تلعبوا كذي بين البنات العاب قديمه؟ لا. ما عرفتي ما خبروكي عنها؟ لا. يلا يعطيك العافيه، شكرا جزيلا. واسمك دخل مع السؤال اللغز. تفضلي. صورة؟ نعم. ولاية صور؟ ما أعرف والله. أنا أجاوب ولاية صور. وأنا أقول ما صور. أنا أقول صور. تقولي صور؟ أنا أقول العفية. لا ما العفية صور. يلا على كيفك. يلا شكرا جزيلا. العفو. خلونا نسير مع أمل وضيوفها اللي
اليوم فعلا فعلا رايحين يمتعونا يعني. يلا يا امل وش مجهزين لنا؟ من الفنون حلوة اللي كذا بنستمتع سوا. وشوف البنات من الحماس جو تقربوا هنا اليوم أكيد عشان أيضا نشارك ضيوفنا الكرام. بس هنا معاي بنوتة صغيرة اليوم جاية وخاطرها تغني. يا عبد الله إيش اسمك حبيبي؟ شوفي هناك الكاميرا إيش اسمك؟ ألفا. ألفا ألفا ولا ألفا؟ ألفا. يلا إيش بتغني؟ مال مالسيل. ايش بتغني؟ لا مش انتي. ايش بتغني؟ مالسيل سيل سيلية. زين يلا تعالي هنا قريب يلا غني وشوف الكاميرا. شوف هناك عم عبد الله يشوف يلا. سيل سيل سيلية حمامة فوق رامي امي امي تحنيني بتلبسني الخالية. بس بعد في تكملة؟ يلا كملي. ايش كبرالي ايش كبرالا. لا عاد هذا كذا نحن خرجنا عن الفنون. ايوه حبيبي اعرف لكن انت بس سلسلية حلوه. هذه الاغنيه ما هنا يغنوها زين. سلسلية حمامة فوق رامي امي امي تحني تلبسني خلخاليه. خلخاليه سوي باي باي هناك حل ماما. شطوره حبيبتي مشكوره. خالتي رجعنا لكم ومن ساعة سمعنا فن المغايض. أيوة. لو نتكلم شوية عن هذا الفن تخبرينا عنه ومتى مناسبته؟ هو في العرس طبعا يقام. في العرس أيوة فن المغايض في العرس. أيوة. يعني نتكلم عن العرس إيش الأغاني اللي تكون موجودة وكيف حتى أعراسكم مثلا في إبرة إيش الاختلاف اللي فيها من كم يوم تحضروا لها مثلا؟ نحضر لها العرس من يوم الثلاثاء يبدي الحنة. الحنة أيوة مثلا العرس بالأربعة العروس تحنيها بالثلاثة. حلو. مثلا العرس بالخميس العروس تحن يوم الأربعة. أيوة. ونسوي زفة حنة حل حل لبنان. طيب ومتى إذا تغنوا فن المغايض؟ أي يوم تحديدا؟ يوم العرس. يوم العرس أيوة. أها. يعني وقت لما تروحوا تطلبوا العروس ولا قبل ولا؟ قبل قبل في فن المغايض نتجمع بعد صلاة المغرب نجي أو عصر نتجمع كذا نسوي حريم حريم ونقوم نغني فن المغايض نغايض العروس بيت الأم. اها بيت الأم. ايوه بيت الأم. ايوه لما عاد غايضنا رمسنا شويه بعدين وجبه العشاء. اها ايوه تعشي وعاد وقها وتحيلي وهذا. ايوه وعاد وخلصنا وعاد وجهزنا عدنا نقوم نزف العروس. اها ايوه الساعه 10 11 كذاك. ايوه طبعا لما تطلبوا العروس لها اغنيه. لما نطلب العروس لها اغنيه نعم. ايوه زين حلو بتسمعون اكيد طلبت لي اغنيه طلبت العروس. يلا خالتي جهزتوا. عطونا بنيتنا يا عرب عطونا بنيتنا يا عرب ما عندنا بنيه يا عرب ما عندنا بنيه يا عرب يا يا عرب ما عندنا بنيه يا عرب عطونا بنيتنا يا عرب عطونا بنيتنا يا عرب ما عندنا بنيه يا عرب ما عندنا بنيه يا عرب بنشيل العالي يا عرب بنشيل العالي يا عرب ما عندنا بنيه يا عرب ما عندنا بنيه يا عرب على فراشي وزوالي يا عرب على فراشي وزوالي يا عرب ما عندنا بنيه يا عرب ما عندنا بنيه يا عرب وبنشيل لها الرستاق يا عرب بنشيل لها الرستاق يا عرب ما عندنا بنيه يا عرب ما عندنا بنيه يا عرب وحد راضي وحد مشتاق يا عرب حد راضي وحد مشتاق يا عرب ما عندنا بنيه يا عرب ما عندنا بنيه يا عرب وبنشيل لها بديه يا عرب بنشيل لها بديه يا عرب ما عندنا بنيه يا عرب ما عندنا بنيه يا عرب على
خيلي ومطية يا عرب على خيلي ومطية يا عرب ما عندنا بنية يا عرب ما عندنا بنية يا عرب كون عريسنا يا عرب ما عندنا بنية يا عرب كون عريسنا يا عرب كون بنيتنا يا عرب كون عروستنا يا عرب كون بنيتنا يا عرب اعطونا عريسنا يا عرب اعطونا بنيتنا يا عرب اعطونا عريسنا يا عرب الف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. الله طلعت العروس حلو يعني بكلمات غير بعدين اغنية ثانية. اها لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله وياسين بسم الله لا اله الا الله لا اله الا الله ياسين بسم الله عروستنا سيري عروستنا سيري عروستنا سيري سيري هدا شاء الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ياسين بسم الله سر على دارك سر على دارك سر على دارك بعزك ومقدارك لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ياسين بسم الله وياسين بسم الله وياسين بسم الله وياسين بسم الله السيارة اها حلو سواء بسيارة أو برجول إذا كان البيت قريب زفت يعني أيوة كذا زفت عروس زفت عرس إذا كان قريب بنروح برجول نمشي وإذا كان بعيد ترى بسيارة بسيارة يعني وأكيد عاد الفنون هناك الفنون والأغاني عادل. لين ما توصل بيت زوجها وعريسها زفت ثانية بنسمعها معاكم لكن أتوقع أيضا بننتقل عند زميلي عبد الله تفضل عبد الله أنا معي منافسة اليوم معاك يا أمل إيش رأيك؟ نفسك اليوم يا أمل؟ زين حلو يلا ما يقدروا على ضيوفك صراحة لكن الحين هذه البنات الحلوات جو هنا وقالوا إحنا اليوم عندنا فن الميدان شوفي كيف يعني فن الميدان ما محصور فقط على الرجال يستهوي حتى مجموعة أيضا من النساء وخاصة الفتيات العندليب كيف حالك؟ زين الحمد لله زين الحمد لله نوف؟ الحمد لله مرحبا وسهلا فيكم أول شيء خبروني كيف استهواكم فن الميدان؟ يعني كيف 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 حبيتوه؟ حلو عادي يعني يعني كيف حبيتوا فاطمة هذا الفن؟ من اللي شجعكم عليه؟ أهلي شجعوني كيف شفتي صعب الميدان ولا؟ سهل عادي سهل من بيبدأ؟ نوف تفضل يا نوف طاح الحصن طاح ما ينطاح وتحت الحصن شاه مربوطة قوم انطحي كان فيك انطاح ولا تدعي دوم مربوطة طاح الحصن طاح ما ينطاح وراح الكرم دوم في جودة يوم البحر خب ما ينطاح وترى معنا صواريخ موجودة طاح الحصن طاح ما ينطاح وبيت العماني دوم في جودة أحمر دوس وأخضر دوس والزرع كيابي دار بندوس واللي يربي فار في مندوس يصبر على ضياع المندوس ثوبك القديم وإحنا بعيدين وشاري من السوق لك شاني أجلد حبل ليف ما ينقص وقدرك معي يزيد ما ينقص ويا صاحبي لو إحنا بعيدين يبقى في الفؤاد لك شاني بس تذكروا بعد شيء لو شيء انا باخذ مشاهدين زين يلا قولي قولي مرحبا مرحبا حد معانا يا وليد جاهز يلا قولي مرحبا رابعة كيف حالك الحمد لله بخير مخبار زين الحمد لله يا مرحبتين من وين انا من السيبلو قالوا الميدان البنات ايش رايك انت فن الميدان والله زين الحمد لله تعرف الميدان انت والله ما اعرف شيء بس ناستنا يعني ماشي هناك في المندوس في السحاره ماشي تطلعي لنا عندنا اللي يقول في عندي واحد ايش يا هي عارف ان بيت بيت الطين ما يخلى من الطحين قولي اكيد يلا يلا عشان يدخل اسمك معانا في القرعه ما خلاص الحين السؤال عاد هذاك تو ما نستقبل عليه الاجابات خاصه في هذه الفتره يعني ابا ورطها يلا لا 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 سمعتيني يلا تفضلي زين في واحد عندي يقول المبسلي عوان معني ايوه
المبسلي عوان من بعيد حبعيد ما نسوي خوان. اها ايوه هذا الميدان. ما ميدان هذا؟ هذا ما ميدان هذا، هذا كذا ما اعرف شعر، هذا اظني ما من السحاره ولا من المندوس، هذا من شيء من مخرافه يبتي هناك ولا شيء. عندي واحد ميدان ايش يقول؟ يقول هز عود القنا هز يا الزعلان يا الزعلان، هز عود القنا وما بتلقاني ما بتلقاني وبعدك بترضاي هز زعلان بتدورني وما بتلقاني. ها آه والقبولي بنعطيك هذا القبولي تو جالس يجهزوه عشان السحور؟ لا لا ما عشان سحور، هذا عشان تو بناكله ان شاء الله. بس لازم تاكله انت كأنك انا. يعطيك العافيه احسنتي. الله يعافيك يا مرحبا. حلو هذه المكالمات، بعد اعطونا مكالمه. يلا العندليب قولي السلام عليكم. السلام عليكم كاملة؟ أيوة السلام. ألو؟ أيوة. ما تسمعيها؟ كيف حالك يا كاملة؟ الحمد لله شكرا. من وين يا كاملة؟ من سمايل. من سمايل؟ أيوة. شي ميدان؟ لا ما شي ميدان. ولا شي فن من الفنون؟ لا أنا ما أعرف منها. يلا جاوبي إذن. الجواب ولاية صور بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. شكرا جزيلا. العفو. يا مرحبا بكم، أرقامنا متواصلة معاكم كل شوية ظاهرة على الشاشة. مرحبا يا ماجدة. مايدة وينها؟ مايدة راحت. مايدة كانها هني. سلام عليكم. سلام علي. راحت ماجدة ويات كاملة مرة ثانية. مرحبا يا كاملة. السلام عليكم. هذا ما كامل، هذا كامل يمكن. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله عبد الله كيف حالك؟ حياك الله يا حبيبي. من معانا؟ معك سعيد العامري. سعيد كيف حالك؟ الحمد لله عبد الله كيف حالكم؟ من وين؟ من ازكي. من ازكي؟ اي نعم. عاد راعت ازكي بفنون مشهورين صراحة. والله في وش الفنون مثل ايش؟ مثل رزحات قصدك؟ اه رزحات ما يحتاج بعد. ايوه هناك انا شفت رزحات في قاروت. قاروت جنوبية ولا شمالية؟ والله القاروت الثنتين. هذا جايين منك يعني هالقاروت يشيلوا زفة القاروت الشمالية جايين قاروت الجنوبية وتلقوا لهم عاد ما شاء الله هناك يعني. وشوف كيف الحلو يعني المنطقتين قريبات من بعض يعني. وانت كنت متواجد هناك يا عبد الله؟ ما اسمعك يا حبيبي تو، انا صوت راح علي. انت الحين متواجد هناك يعني كنت اول؟ الو ايوه انا اسمع صوتك من بعيد تفضل. انت كنت متواجد هناك يعني في قاروت الجنوبية؟ انا ما اسمعه اعتذر منك ولكن والله الصوت فعلا ما اسمع ما اسمع. عموما اعزائنا المشاهدين يعني العذر بنروح مع امل او ناخذ فاصل 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 وبنواصل ان شاء الله. يوم أحمل الخير وصلني لديرتهم باشوف ذيك السفن اللي تصنع بديرتهم شحشح وميدان وكثير فنون في ديرتهم أهلها أسود البحار ونواخذها فيها عنوان لهم في المجد تاريخ يرويها كم من صروح للعلم قابوا سبانيها أبغى الفسر يا أخي كان تعلم بديرتهم هذا اللغز. أما الخيارات هل هي مسندم؟ ولا صحار ولا صور
يسوي العياله، يسوي الرزح، يسوي الداندان، يسوي فنون عنده كثيره، يسوي الرزح، يسوي القصاف، يسوي ايوه الفنون يعني. المريحان لحد الان مستمر ولا موجوده؟ موجوده. حد يخدم هذا نوع الحديد وحد اللي عنده شريشه وغافه وشي قدام باب يربط. ينينا يو الليلي انا يا نا، ينينا يو الليلي انا يا نام، مطبق المريحان فوق هالمكاب، مطبق المريحان فوق هالمكاب، مطبق انهي اخوي شيخ بعد احباب، مطبق انهي اخوي شيخ بعد احباب. ينينا يا الليلي يا نا يا نا، ينينا يا الليلي يا نا يا نا، والبارح ليه ذكرني محبوبي، والبارح الطير ذكرني. الحين نحن يعني نوعناها، سوينا امور تقليديه وكذا، تعلمت المناني من امي، لكن كان قبل المناني هي مال الحنه. نايو الحاضرين وصلاياتي عيني بي إيه يو الحياة ضريني يا عين يا نا يا نا، أهوى يا كريميني وعالو يا أمي العيرة مال الزفة يا عين وينانين وينانين يا عيننا نهنيو خوات علو بي معارس يا عين علو يولي. يا صغيرين حول حول، يا صغيرين حول دايم، يا صغيرين حول حول، يا صغيرين حول دايم، يا صغيرين حول حول، يا صغيرين حول دايم، يا صغيرين حول دايم، يا صغيرين حول دايم، يا صغيرين حول حول، حول العام حول حول، حول سنة حول حول، حول 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 صغيرين حول حول، يا صغيرين حول حول، عين حول دايم، يا صغيرين حول حول، يا صغيرين حول حول، عين حول دايم، يا صغيرين حول حول، يا صغيرين عين حول دايم، يا صغيرين عين حول حول، يا صغيرين حول دايم، حول حول عين حول دايم، يا صغيرين حول حول، حاول زينه حول حول، حاول زينه حول حول، يا صغيرين سامية بتكمل حول حول، يا صغيرين حول دايم، يا صغيرين حول حول، يا صغيرين حول دايم، يا صغيرين هذه بس وفراخ وهذا سبال وحنا، حول حول يا صغيرين حول دايم، يا صغيرين حول دايم، يا صغيرين حول دايم. هذه العادة طبعا الجميلة هي عادة الحلحول اللي تقام كل ما يكمل الطفل سنة، وأول ما يكمل الطفل طبعا سنة. أشوف هنا حبيبي ألفة، ألفة مستانسة، شيلوا هذا شيلوا هذا عشان نشوف شطورة. طبعا عادة الحلحول ما زالت فعلا موجودة وحلوة بلمة الأطفال. الطفل لما يكمل عمره سنة يتجمعوا الأطفال ويتجمع الطفل أو الطفلة اللي مكمل سنة من عمره، وتقام له طبعا عادة الحلحول، ويكون في مجموعة من الحلويات موجودة وتوزع على الأطفال، وعادة أحيانا بعد يصاحبها وجبة مثل وجبة الغداء أو العشاء. خالتي كيف الحلحول عندكم هناك؟ نفسه ولا نفس شوية الشيء، فرق شوية. ايش الفرق؟ احنا نقوم بالطفل
نحطه في حضن واحدة. اها. يعني وتهي تجلس وسطه مثل هذا. اها. وتجي واحدة تنشح عليه الفراخ والدنجي والمجموعة والأشجار نحطه للأشجار. واحدة منك وواحدة منه. بعدين نمشي الطفل. بعدين من نخلص الحول مجموعة أشجار نجيب سبع من الأشجار سبع نمونات. اها. أيوة مثل الحنة الريحان. الصفرقل الزيتون نجمع يعني من نروح البلاد اول نجمع في لجن ايوه ونخلطه مع الفراخ والدنجو بعدنا نقوم النشحه تنشح البنت واحده تنشح وواحده قابض الطفل لما خلصنا بيسوي صف ذا الصوب وصف هذا الصوب انا مش الجاهل نجيب قد هذا طعام بيطعموا بالهوش او حنا اخضر او عود اخضر او عود اخضر ايوه حنا نضرب الطفل نضرب على رجله ونقول تاتي حبوا ما شاء تاتي يمشي ويخطا تاتي حبوا ما شاء تاتي يمشي ويخطا بس ونخوذه ما شاء الله عشان تقوى اللي عندك شجع على شيء يمشي ايوه زين حلو نضرب على رجله ونضرب بذاك المنشط يطيروه يطلعوه يعني برا البيت ايوه ونحط حنا حنا في لجن صغيره ندور على الأطفال نعطيهم حنة شوي شوية تحنوهم ايوه نحنيهم نعطيهم في دينهم نحنيوهم ايوه بعدين يعطوهم عاد فروخ هذا المتبقي نعطيهم عاد في دينهم حد لايف وحد ما لايف ترى أطفالي يضربوا وتسمع الصريخ والضرب وما عطيوني وانا ما عطيوني وانا ببدني ويصيحوا بجد يعني لكن هذا والله حلال يعني واجد يعني صحيح عشان كذا صحيح تو عاد خلفوا قام يسوي عيد ميلاد ايوه يسوي كيك ما كيك لكن ما زال موجود يعني مثل هنا موجود الحمد لله في موجود ناس اللي هي تروح تسوي لهم الحفلات اللي هي الحين موجوده صحيح وفي ناس ما زالت متمسكه بعده الحل حلو يسووها فعلا صحيح وتكون لها ميزتها اساسا وجبه غداء مثل ما قلتي وجبه غداء أيوة فعلا ايوه نسوي احنا الحول الصبح يعني ما حنسوي في الليل ايوه طيب. ايوه نعطيهم غداء وعاد يروحوا بيوتهم عيد ميلاد نسوي في الليل توعيد المغرب نشوف ايضا هناك زميلي عبد الله بنرجع ان شاء الله نواصل الفنون والسوالف الحلوه حلو هذا الاحتفال الجميلة التراثية اللي دائما احنا نحرص عليها في كل سنة من سنوات البيت العماني أعزائي المشاهدين متواصلين معاكم والبنات قالوا احنا ما بنسير عندنا شيء شو هذا الشيء بعد شوي بنتعرف عليه بعد ما نسمع أصواتكم الطيبة السلام عليكم مرحبا يا مايدة مايدة كيف حالك يا مايدة طيبة ليش زعلانة يا مايدة ما زعلان عيل كيف كذا كنت كذي زعلانة أنا أحسك خلاص أروح أنا أطلع من البرنامج يا مايدة لا ما تطلع يعطيك العافية من وين أنت من بسطة حياك الله زين إحنا الحين ما بنسأل عن اللغز بنسأل عن الألعاب الشعبية والأغاني القديمة مثل قرنقشو هذا قرنقشو معروفة غيرها بيلو أيوة البيلو هذا كيف يلعبوها بتسأل كيف يلعبوها من تسألي هناك كيف يلعبوها صراحة ما أعرف كيف يلعبوها أفا ما تعرفين خلاص إذا نجاوبي على اللغز شكرا البنات أنتم يعلموكم في المدرسة عن بعض الألعاب القديمة لا لا يلا احنا نتمنى ان شاء الله على وزارة التربية يعني والتعليم انه يعني لو شيء بسيط في المنهج يكون يعني جانب من هذه الرياضات التقليدية والألعاب القديمة عشان أيضا ما تفقد هويتها حتى في دائما في الفسحة في الحصة ما عندكم حصص ألعاب أو كذا عنا مفروض يعطوكم شو أنت تريدوا ولا ما تريدوا نريد إن شاء الله يكون يعني كلامكم الآن مسموع وإحنا عارفين دائما وزارة التربية والتعليم صدرها واسع إن شاء الله لتقبل أي ملاحظة نأخذ مكالمة أخرى السلام عليكم السلام ورحمة الله عبد الله مرحبا أخوي مرحبتين طيب طلال إيه نعم هو كيف حالك طلال الحمد لله شخبارك يا مرحبا وسهلا فيك الله يعافيك من وين يا طلال من عبري من عبري الواعدة الوعد أنا بشلة يا تغرود يا همبل يا شلة حماسية يا مرة ما عذري إنك من شيء أبد عذرني اليوم كيف عذرك؟ مريضة اليوم لكن باكر وعد مني إليك شلة واللي تريده وشوية بس الحين لو شوية ماشي الصوت اليوم مروح مروح؟ مرة يمكن كثرت في الفطور شو نسوي فيه شوية كذي تفضل الإجابة العفية صور صور أكيد شكرا خلاص وليد بكرة انتظرك إن شاء الله مرحبا يا عائشة حي الله بعائشة وينك يا عائشة؟ ألو السلام عليكم عليكم السلام حالك عبد الله خير الله يسلمك الله يعافيك يا مرحبا وسهلا يا مرحبا من وين أختي عائشة؟ من ولاية المصنعة حي الله المصنعة الله يخليك المصنعة هناك المكوارة الميدان
شحشح كل الفنون الحلوة. ساعديني بعد إذا نسيت شيء أنا. الحمد لله كل الخير الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. تعرفي شيء من هذه الألعاب القديمة أو من الأغاني الشعبية القديمة؟ والله ما أعرف ناسيتها ما أعرف. نسيتيها؟ نبشي منك ما شيء. ما شيء. يلا إجابة اللغز. صور. صور. أيوة. يلا شكرا جزيلا. مرحبا يا أميرة. أميرة. ألو إيش أخبارك عبد الله؟ خير الحمد لله يا أميرة، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. شعلومك أنت؟ ما شاء الله. الله يسلمك الله يحييك بمشاهدتكم الطيبة. أخبارك؟ تمام. من وين؟ من مطرح. حي الله بهالمطرح. حياهم الله. عاد هناك مطرح السوق مطرح وال. أيوة كل شيء في أسواق في كل شيء يعني. نعم والمشربيات الجميلة هذيك البيوت الحلوة اللي. أيوة في المساء ما شاء الله إضاءتها وايد حلوة. أيوة. بعد الكورنيش كله تو يمشوا فيه وهذا رمضان الحين بعد. الطريق البحري ذاك يعني. أيوة. جميل جدا. ايوه تفضلي يا اميره. حبيت اجاوب على اللغز. تفضلي. ولاد صور. اجابتك ولاد صور. شكرا. انا مره منى بعد هذه اخر مكالمه عشان بعدين نروح لضيوف امل. السلام عليكم. مرحبا يا منى. يا منى. نعم. حياك الله يا منى. يا الله. يا اهلا وسهلا. من وين يا منى؟ من ولايه السيب. من السيب حياك. أيوة. من وين يا منى؟ من قريب. ايوه هذا اللي ما يعجبنا يا منى انكم طولتوا على الصوت. لا لا ما في صوت. بالعكس معنا صوتنا. تفضلي ايش الاجابه؟ ولايه صور. شكرا جزيلا. شيء عندك تسمعينا شيء قديم؟ لا لا ماشي. لا والله ما شيء. البنات يلا وش عشان انا اودعكم. من 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 عنده شيء؟ فاطمة. يلا فاطمة قولي. ربي يحفظك يا بلاد العز يا عمان، ويحفظ لنا السلطان يا رب آمين. يحفظ لنا السلطان يا رب آمين. حبك سكن في القلب وانزلت العيون، والشعب كله على عهدتم وافين. الله 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 على الصوت. يعطيك الصحة والعافية يا فاطمة. شكرا للعندليب، شكرا لنوف، يعطيكم الصحة والعافية مشكورين. واحنا بنسير بنسمع فنون حلوة وجميلة انا انتظرها والمشاهدين ينتظروها مع ضيوف امل. اكيد. واحنا وصلنا خالتي يعني طلب زفين العروس، سوينا فن المغايض. أيوة. طلبنا العروس جابوها وصلناها. لا بعد ما وصلناها. ما وصلناها بعد في الطريق. في الطريق شكلها تعبت وهي تنتظركم مسكينه. أيوة. الغرفه داخل في الغرفه تنتظركم. زين ايش الحين بنغني لها؟ بنغني زفه. لا لا يا لبنية، لا لا يا لبنية، لا لا يا لبنية، وعرست وما حيا. لا لا يا لبنية، لا يا لبنية، لا يا لبنية، وعرست وما حيا. ولا لا يا لبنية، لا لا يا لبنية، ولا لا يا لبنية، وعرست وما حيا. لا لا يا لبنية، لا لا يا لبنية، إله يا البنية، وعرست وامها حية. وبنتنا عويد الحنة، وبنتنا عويد الحنة، وبنتنا عويد الحنة، وعرست وامها حية. لا إله يا البنية، لا إله يا البنية، لا إله يا البنية، وعرست وامها حية. ويا الغريب لاتي منا، يا الغريب لاتي منا، ويا الغريب لاتي منا، وعرست وامها حية. لا إله يا البنية، لا إله يا لبنية، لا إله يا لبنية، وعرست وامها حية. هو بنتنا يا العروسي، وبنتنا يا العروسي، وبنتنا يا العروسي، وعرست وامها حية. لا إله يا لبنية، لا إله يا لبنية، لا إله يا لبنية، وعرست وامها حية. وبالحلاق والملبوسي، وبالحلاق والملبوسي، وبالحلاق والملبوسي، وعرست وامها حية. لا لا يا لبنية، لا إله يا لبنية، ولا إله يا لبنية، وعرست السكر. وبنتنا عواد السكر، وبنتنا عواد السكر، عرست وامها حية. لا إله يا لبنية،
ليلى يا البنية ولا إله يا البنية وعرست ومها حية ويا الغريب لا تنكر يا الغريب لا تنكر يا الغريب لا تنكر عرست ومها حية ليلى يا البنية ليلى يا البنية ليلى يا البنية وعرست ومها حية وبنتنا عواد السفسف وبنتنا عواد السفسف وبنتنا عواد السفسف عرست ومها حية لا إله يا البنية لا إله يا البنية لا إله يا البنية وعرست ومها حية ويا الغريب لا توسف يا الغريب لا توسف يا الغريب لا توسف عرست ومها حية لا إله يا البنية لا إله يا البنية لا إله يا البنية وعرست ومها حية وبنتنا ورقة شاهي وبنتنا ورقة شاهي وبنتنا ورقة شاهي وعرست ومها حية لا إله يا البنية لا إله يا البنية لا إله يا البنية وعرست ومها حية ويا الغريب لا تنهي يا الغريب لا تنهي ويا الغريب لا تنهي وعرست ومها حية لا إله يا البنية لا إله يا البنية لا إله يا البنية وعرست ومها حية وبنتنا يا السحابة وبنتنا يا السحابة وبنتنا يا السحابة وعرست ومها حية لا إله يا البنية لا إله يا البنية لا إله يا البنية وعرست ومها حية ويا سحابة بماها ويا سحابة بماها ويا سحابة بماها وعرست ومها حية لا إله يا البنية لا إله يا البنية لا إله يا البنية وعرست ومها حية وتهضهضت من سماها تهضهضت من سماها تهضهضت من سماها وعرست ومها حية لا إله يا البنية لا إله يا البنية لا إله يا البنية وعرست ومها حية تهضهضت من سماها تهضهضت من سماها وعرست ومها حية 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 الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد الله خالتي هذا عرس زفيناها العروس حقيقي يعني وصلناها عدا عند البيت شوية بعد زفة غير هاي لهم أيوة كلمات غير عندنا بند خلاص خالتي أنت بعد بنسمع أكيد الزفة الأخيرة لكن عندك مقاصد عندي لكن بنكمل عروس خل نوديها أيوة ما نخليها العروس ونطمن عليها أيوة نطمن عليها نخليها بيت زوجها زوجها ينتظر بندخل عروس طيب يلا الحين ايش بندخل عروس أيوة. العروس عند زوجها يا نانا ويانا نانا ويانا ويانا 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 نانا ويانا نانا ويانا اول بادي وهذا سلامي اول بادي وهذا سلامي ويانا نانا ويانا نانا ويانا ويانا نانا ويانا نانا ويانا وعلى النبي وجمع الصحابة وعلى النبي وجمع الصحابة ويانا نانا ويانا نانا ويانا ويانا نانا ويانا نانا ويانا رئيسنا ولا تمشي عيله رئيسنا ولا تمشي عيله ويا نان ويا نان ويا نا ويا نان ويا نان ويا نا تخافي الارض من تحت اشتميلي تخافي الارض من تحت اشتميلي ويا نان ويا نان ويا نا ويا نان ويا نان ويا نا على نماليت ما تنظر يا سمين على نماليت ما تنظر يا سمين ويا نان ويا نان ويانا ويانا نانا ويانا نانا ويانا وبعت نظار ياسمين الرازقية وبعت نظار ياسمين الرازقية ويانا نانا ويانا نانا ويانا ويانا نانا ويانا نانا ويانا ويفتك المعرس على البغية ويفتك المعرس على البغية ويانا نانا ويانا نانا ويانا ويانا نانا ويانا نانا ويانا ويفتك على انطاح البرادي يفتك على انطاح البرادي ويا نان ويا نان ويا نا 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 الصلاة
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. أحلى شيء هذا دخلت العروس. عندنا بنشبك الشبكة آخر شيء. عارش آخر شيء شبكة أيوة. شبكنا حال حصيني وحصل الديناني ذرنا وصل شبكنا حال حصيني وحصل الديناني ذرنا وصل بكنا حال حصيني وحصل الديناني ذرنا وصل بكنا حال حصيني وحصل الديناني ذرنا وصل بكنا حال حصيني وحصل الديناني ذرنا وصل وعاشه عدتني ذرها وعز صيبي بكرها 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 وابكي على ابوي وتمرد بيسغلي لولو وتمرد وابكي على ابوي وتمرد وبيسغلي لولو وتمرد وابكي على ابوي وتمرد وبيسغلي لولو وزمرت وابكي على ابوي وتمرد وبيسغلي لولو وزمرت وابكي على ابوي وتمرد وبيسغلي لولو وزمرت ويا ام العوده شوبك بي كرامه ويوده شوبك بي وخل اللقب شوبك بي وجاي من العالي شوبك بي العالي ما تنطق شوبك بي فيها زرق رماح شوبك بي ويا ام العوده شوبك بي كرامه ويوده شوبك بي خل اللقب شوبك بي يوم احمل الخير وصلني لديرتهم باشوف ذيك السفن اللي تصنع لديرتهم شحشح وميدان وكثير فنون في ديرتهم اهلها اسود البحار ونواخذها فيها عنوان لهم في المجد تاريخ يرويها كم من صروح للعلم قابوس بانيها ابغى الفسر يا اخي كان تعلم بديرتهم هذا اللغز اما الخيارات هل هي مسندم ولا صحار ولا صور يوانا يو 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 وان يو 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 واي واي يو وان يو ليلا واي واي يو وان يو ليلا يو 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 وانا يو
مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين. أنا اليوم تشاركني أيضا تقديم ألفة. أنت ألفة ولا زلفة؟ ألفة. ألفة، سلام عليكم، رحب كل المشاهدين الكرام اللي متواصلين معنا لحل أسئلتنا وسؤال اللغز. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا، مين معنا؟ وفاء. وفاء كيف حالك؟ الحمد لله تمام. من وين؟ من الواعدة. من الواعدة عبري؟ أيوة. حي الله بالعبري. الله يحييك. إيش عملتوا أنتوا يوم 15 رمضان؟ لمكسي سو. كيف سو؟ كيف غنيتوها؟ لمكسي سو لمن أمي سو باين عشان البارحة، بس ما عرفت تكملة. أيوة أيوة، حلو حلو حلو. لا ما عرفت تكملة. ما تعرف التكملة؟ لا. وعطيتهم حلوة وعطيتهم مكسرات؟ أيوة. جميل. أنت إيش شاركتي؟ شكرا يا ألفا، ولا مين معانا كانت نسيتها والله. أنت إيش سويتي أول أمس؟ ترنقشو؟ ليش قالتي؟ قلت كرمزو. قولي. كرمزو يا ناس هادوه زيت حلوة، دوس دوس كل من دوس حارة حارة بالصحارة. الله، وش عطوكي؟ بطاطس. بطاطس بس؟ ما عطوكي فلوس؟ ما عطونا. ليش؟ كم انت عندك فلوس في البيت؟ عندنا بطاطس. بس بطاطس ولا فلوس؟ ما عندك فلوس في البيت؟ عندنا. قالوا عندك فلوس وايد وايد هالكبر. عندنا. عندك؟ عندنا. كم ريال عندك؟ بابا عنده. ما عندنا. بابا عنده. يوم تروح البيت قولي لبابا عطني 100 ريال، زين؟ قولي اريد اشتري للعيد انا، زين؟ زين. زين، يلا. السلام عليكم. مرحبا يا سامية. مرحبا. وعليكم السلام. مرحبا يا سامية. كيف حالك الأخ عبد الله؟ خير الله يسلمك، الحمد لله. إجابة اللغز هي صور العفية. صور العفية. أيوة. زين زين. شكرا. إن شاء الله تكون إجابتك صور صحيحة. شوفوا صحيحة وصور كلهم بالصاد. جيت يا صور العفية، ذكرتيني بأغنية جميلة غناها الفنان سالم العريمي من زمان، من كلمات شاعر الشيخ المرحوم عبد الله بن صخر العامري. جيت يا صور العفية. ناخذ جواهر. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك عبد الله؟ تمام يا جواهر، كيف حالك انت؟ الحمد لله. تعالي انزل. وين رايحة؟ وين رايحة؟ الله، شايفة الملابس هذه الزاهية الحلوة؟ نعم. الله، من شرى لك كل هذه الملابس انت؟ ماما. الله الله، يلا تفضلي. وانت مطولة على صوت التلفزيون ليش؟ سمعينا بسماعات الهاتف. تمام. يلا قولي الإجابة. الإجابة صور العفية. صور العفية، شكرا جزيلا. شكرا. حياكم الله. ناخذ بعد مكالمة وسؤالنا بسيط وأسئلتنا حلوة. قولي السلام عليكم. السلام عليكم. الله وبركاته. قول كيف حالك. كيف حالك. الحمد لله، كيف حالك أنت؟ قولي بخير. بخير. من اسمك؟ معك مي. مي، اهلا وسهلا يا مي، كيف حالك؟ بخير الحمد لله. اهلا وسهلا فيكي. قولي لي ايش الاجابه؟ الاجابه يا ولاد صور. صبري شويه مستعجله. قولي وش الاجابه؟ صحيح. قولي وش الاجابه؟ صحيح. ايش اجابتك؟ صور. ايوه ولاد صور. يلا قولي لها شكرا. شكرا. شكرا جزيلا. ناخذ بعد، يلا قولي السلام عليكم. السلام عليكم. بعد مره. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. قول احنا بالعماني. نحن بالعماني. نعم بالعماني. حلو حلو. الله، وانت مين؟ قولي له انت مين. شطورة. انت مين؟ انا محمد بن سعيد الهاشمي. والنعم. نعم. حياك يا محمد، تفضل يا حبيبي. تفضل يا محمد. نعم. تفضل. ولايه صور. شكرا يا محمد. شكرا يا محمد. قولي يلا، قولي كذا، قولي بصوت عالي. تفضلي يا امل، بنروح معك. بعد مره ما سمعتك. امل، امل مشكله هناك، وايد عندها اصوات غناء وحلوه. قولي لك تفضلي يا امل. حياكم مشاهدينا، ما زلنا متواصلين معاكم. خالتي عندك قصابة صح؟ ماشي. مقاصب. مقاصب. أيوة. اغلط فيهم. مقاصب. ايوه. زين، ايش رايك تسمعينا مقاصب؟ شيء من اللي كذا تحبينه. اسمعكم محاورة بين عرفات بن حريم الرحبي وسعيد الصوري. زين. قال عرفات: قل سميت بك يا خالقي عظيم الشان،
ليله ميار ولا عان تعاينه يلي منزل طه وسورة الرحمن المايد وياسين وكذا البينة. قال سعيد صلوا وصلينا على النبي العدنان يلي سرى فوق البراق الصافنة لو ما محمد ما عود النشل أغصان ولا كان حور الجنان مزينة. قال عرفت قل أنثر سلامي لا بكين ولا بوزان ثقيل ولا صم الحيار يوازنه ماشي مراكب تحمله والبحر ديمان كل مركب يحمله خطير مكاينه. قال سعيد يقول لون يرف البارق والرعد حنان يمطر على دارا وكيب الباطنة وعن ديرتي تبعد ومطر في بلدان داري محيله والمواطن شاينه. قال عرفت يقول عسى بخولي عسى يقرب خول ونرتوي بغدران اشرب حليه والخد لي حلويانه يلي مطلي خد بمسك وزعفران غالي الزمرد في مناحر معدنه. سعيد هاي من متى تحفظينه خالتي؟ من زمان صح؟ والله من زمان ما اني من زمان من قرب سامعتنه من قريب. ايوه انزين. قال سعيد يقول انظر في قيدك عقد زايد اللمعان يقول يا رب ريبي يا رب ريبي زيره قرب على تكون يفلان قرب بسالك على البنك وخزاينه انظر في قيدك عقد زايد اللمعان يحتار من الناظر ويغيب ذهنه يغيب ذهنه. قال عرفها تقول يا سعيد عقد توصفه غالي الثمان دون البنادق والسيوف الماكنه في دين شبان الوغى حل الطعان يخوض وطيصا والمنية حايمه. قال سعيد يقول سعيد هيد ربيعك ولا تخلي العقل والهان كون فوهادي وخاطرك لا تحزنه ما بي طمع من حليوات الوجان يكفيني مالي على العقد وحناحنه. عرفت هش بدك أكثر من شوف العيان هذا عقد بعيد وصاحبك للضغنه مال مغلق دايره عليه بيبان تبى مال عن مالك ومالك ترهنه. سعيد صوبتني برمح سهين الشعشعان في وسط قلبي وفي حشاي طاعنه عندك وكيده عني بايع بقلطان ما بيع مالي ولا أظن دينه. عرفت هش كلفك تلك الجزائر خالدان صعيب ومنيعة في يدين السلطنة ما تعلم كف المنيك الشرهمان سبع الجزائر بلدان ومداينة. زين هذا للشاعر الكبير عرفات. عرفات يقول سعيد سعيد يقول يا ابن حريم الغابة مستطر حرفان باب الهوا قف فلسور وغلق دكاكنه وخيفان قلبي من بحر الغزر خيفان أغيب نقم المشتري وميازنه. عرفت عرفت أحيدك تمشي بسراع ومقدم الدلان واليوم يغبيك الأثر ما تبينه صايغ وحزت الذهب ونظمت الذهب عصان ومن سلكتك ناسف أدم متفرسنه. الله خالتي ما شاء الله محاورة طويلة لكن محاورة ما شاء الله حظتها. أيوة. الحمد لله. زين حلو إيش بعد من الفنون اللي من ساعة كنا نتكلم وصلنا لوين في العرس في الشبكة يعني احنا طبعا سمعناها من شوية لكن بنواصل معاكم خالتي بس نروح فاصل إن شاء الله ونرجع إن شاء الله. إن شاء الله. يوم احمل الخير وصلني لديرتهم باشوف ذيك السفن اللي تصنع بديرتهم شحشح وميدان وكثير فنون في ديرتهم اهلها اسود البحار ونواخذا فيها عنوان لهم في المجد تاريخ يرويها كم من صروح للعلم قابوا اسبانيها ابغى الفسر يا اخي كان تعلم بديرتهم هذا اللغز. اما الخيارات هل هي مسندم ولا صحار ولا صور سعيد
تري جيبوتي. اه رحنا جيبوتي بعدين. عيل اليوم ما اليوم عيل بنتكلم بعد اليوم بنتكلم عن هذيك البلد اللي بعد جيبوتي يو ايضا. يومينا يومينا من جيبو من البصرة روحنا سيدي جيبوتي قلنا جنبيه يا جنبيه جنبيه يا جنبيه. هذه بس واحد شله واحد هو بس ها بس وصاح الطبل جن 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 صاح الطبل وتب تب تب ودانا دانا 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 ودانا 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 نزعنا فتاني والوسط هلبنا واني عماني بالفكرة علمنا صاح الطبل صاح الطبل صاح الطبل دي 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 انزين هذا النازل هاي النازل والثانية والتيحيبة يحبق شبه اها اها اه هاي بيدهنوه الحين بيدهنوه في يوم وحدة في يوم وحدة بيدهنوها بيش بصل ولا هيك لا يدهنوه بنو بشحم نوره بشحم نوره بشحم نوره اه ولا ولي وصل يا بالخبر ابو شاد والله وصل للمرباط شرقي بندر الساد والله سافرتيك يا مرباط اني صبار وحدابه والله سافرتيك يا مرباط والله والخير من يابه والله ولا ولي وصل يا بالخبر ابو جاد يا بالخبر ابو جاد والله وصل الى مرباط والله والخير من يابه. بعد العصر والجو غيم وبرادي نسنس نسيم الكوس من بعد هبت بعد العصر والجو غيم وبرادي مكسي حمر ومنقي شايب رمادي من يوم يتني عانقتني وتغشت مكسي حمر ومنقي شايب رمادي والخصر سبحان رب العبادي الصدر ذهب الذهب لمجلس والخصر سبحان رب العبادي شفقان عني تخلت ويش مسوف حب ريم البوادي يوميتها شفقان عني تخلت ويش مسوف حب ريم البوادي شفقان عني تخلت وش مسوف حب ريم البوادي دنيا دنيا عارضتني ولت من شاور الدنيا يضيع بوكادي نسنس نسيم الكوس من بعد هبت بعد العصر والجو غيم وبرادي
بعد العصر والجو غيم وبرادي. يعطيك العافية سليمان الحبسي، حياك الله. الله يحييك. صراحة يعني الكلمات جميلة وصوتك أيضا أجمل، لمن الكلمات هذه؟ تقريبا كلمات حمد المدهوشي. من زمان تغني؟ من زمان. إلك شيء تسجيلات بالسوق ولا؟ والله حاليا لا. ما حضرت شيء أو كذا، بس جلسات مع الشباب؟ جلسات مع الشباب، وإن شاء الله قريب إن شاء الله ننزل شريط يعني. جميل، يعني لأنه حاليا التشجيع موجود من كل وسائل الإعلام، من أيضا بعض الملحنين عليك، أيضا بعض الشركات الفنية هنا في السلطنة يعني. والله الإعلام دائما قائم بدوره وما مقصر يعني، وتسلمون على الضيافة الحلوة. دام قلت الضيافة الحلوة، تشوف قبولي تو بعد يغرف. ها ها نعم، بنسمع شيء من من يعني من من عندك أنت يعني، من غناك شيء خاص فيك أنت؟ انت قلت لي من الشرقية، من وين من الشرقية؟ من إبرة. حلو، ما حافظ شيء للعمالقة من هناك يعني، من 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 صور يعني المرحوم الصوري يا حلو يا جارة وكذا اشياء، بس ما تحضرنا حاليا يعني. حضرتك نسمع ايش؟ شفته تضايق. هذه كلمات من؟ هذه كلمات سلطان السيف طبعا. تضايق لما وقت عصاني ويطيب حاله دامني صرت محزون، شفته تضايق لما وقت عصاني ويطيب حاله دامني صرت محزون، سالت دموعي لما شفته نساني، ونهيت حب شايله فيني مكنون، سالت دموعي لما شفته نساني، ونهيت حب شايله فيني مكنون. امسح دمعتي لا لفاني واهديه قلب ميت فيه مفتون، لجله اصارع كل هم وطاني، واسرح بفكري تايه فيه مجنون، لجله اصارع كل هم وطاني، واسرح بفكري تايه في مجنون. مدري بموتي كيف يصبح مكاني، لو هالخلايق عندي موتي بيبكون، مدري بموتي كيف يصبح مكاني، لو هالخلايق عندي موتي بيبكون، هذه وصية لارماني زماني، خلوه يذكر قصتي دوم تكفون، هذه وصية لارماني زماني، خلوه يذكر قصتي دوم تكفون. على هذه
الأنغام الحلوة والجميلة. وصلنا معكم للسحب على سؤال حلقة الأمس، وبنشوف معكم السؤال والجواب وأيضا الرقمين اللي هم فايزين معنا إن شاء الله في حلقتنا لليوم. هذا هو السؤال: من مكوناتها الأساسية النشا والسكر والسمن، وتقدم في الأعياد والمناسبات والعمانية. بنشوف الحين معاكم مجموعة الأرقام اللي جاوبوا إجابة صح، وبناخذ إن شاء الله رقمين من اللي جاوبوا معنا. صاحب الحظ الأول وصاحب الرقم الأول 9551932 1. والرقم الثاني 9736666. هذه حروفي تخبره كم عاني، يلا يجيني رده الحين بالعون. هذه حروفي تخبره كم عاني، يلا يجيني رده الحين بالعون. شفته تضايق لما وقت عصاني، ويطيب حاله دامني صرت محزون. شفته تضايق. الله 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 الله، شفنا سالم سارع. يا سالم الله، وينك يا سالم؟ وين رحت؟ تعال تعال، جيب القهوة سالم. سالم قهوة مطربنا لليوم، أطربنا حقيقة، مشكور يا الحبسي. الله يخليك، الله منورنا. وهذا القهوة. سالم ما خبرتني وين رحت أنت؟ رحت سحار. سحار؟ شوف أنت وين في سحار عاد؟ سحار ما سحار بعيدة ما. لا وين وين أي منطقة في سحار؟ والله ما 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 مكدنا وين سحار. ما مكدنها؟ بس يوم سمعت الأغنية رحت سحار. صب فنجان وبصير أنا مع ها بعد نقول مع أمل. تفضل حبسي، تفضل. تفضل. ما قصرت يا سالم، تفضل يا أمل. ما زلنا متواصلين معاكم، وناخذ كذا كم اتصال أخيرين في حلقتنا لليوم. مرحبا. هلا يا حنان، كيفك؟ الحمد لله، أخبارك يا أمل؟ تمام يا حنان. شفتي القبولي ولا لا؟ ايوه. تعشيتي؟ لا بعده. شفتي القبولي؟ يا الله مشاهدة. احنا بعد هنا كنا ننتظر يخلص والحين جهز. حياك يا حنان. ايش اجابتك؟ ايوه. ولاية صور. أيوة. طيب ان شاء الله تكون صح. العافية عليكم. الله يسلمك حبيبتي، تسلمي. شكرا. وناخذ بعد اتصال اخر. مرحبا. واخر اتصال في حلقتنا لليوم. جمعة. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا جمعة. ان شاء الله خير. كيف مساك نور، ان شاء الله. شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. حياك الله اخوي، من وين؟ ولاية سمعيد. حياك الله. هاي ايش اجابتك؟ ولاية صور. نعم. طيب تابعونا لنهاية الحلقة ان شاء الله، كذا على مدار دقائق بس بنتعرف سوا على الجواب ان شاء الله. شكرا عزيزي. شكرا على اتصالك. شكرا خالتي. ايش بتسمعينا؟ أيوة. كذا بسمعكم يعني الوقت ضيق يعني. أيوة. بسمعكم مقصب سلطان بن مالك الحورثي. بيكون الختامي معانا. أيوة. طيب ان شاء الله. يلا نسمع. هذا سلطان بن مالك يعني تمرض وراح عند واحدة اسمها لطيفة تعالجي عشان تعالج. ايه تعالج. والحمد لله شفع على الله تعالى ويدينها. انزين. ولما صح سوى يعني قصيدة فيها تغرود. يقول: ثور يا لساني ودل لي تغرودي، ما يستوي لا راقد وما يهودي، ثور وتمشى في البلاد ورودي، وعطني خبر القيض لي ميدودي، وبيصادفك في الدرب زاهي العودي، سلم عليه وناشد بمنشودي، قل له سطان في شملته ممدودي، حنيف الفراش ولا تشل عضودي، ساعه ويانا الغيد لي مقصودي، يمشي بوهد كانه يعد نقودي، سلم وحاولني بحوال عودي، بتحية أبرد من المبرودي، ثار وقعد عندي وعيوني تنودي، قال لي سقي من الحال ومرمودي، ثار ومقط كفف عضود زنودي، وسوت رسوم العافية في سودي،
صحيت من دارة لطيفة قودي غاب السقم مني وقعدت قعودي وريت الذهب فنح ورها معقودي نايم وورقني رياح العودي وشفت بختمها خاتم مفنودي شرى خاتم سليمان بن داودي يا الله يا رب يا معبودي يلي عطى لطيفة كرام ويودي ومن كان ليلة خبرها مويودي هذه ليلة مشهدي وعهودي. قصيدة الثانية ولا نسمع منكم شي ختامي خالتي. آه انزين. يقول وعلى لطيفة مرحيم يهذوب ومتلحفة تر من نعيم هدوبة ربي خلقها في الدناء عيوبة يوب الملك لي مقدر وما يوبه وغض الغظيم ما زراتك عوبة في العين نظرة وفي اللثم يهذوب بنشد وباغني على دالوبة من يود فضل ومذهب يلغوبة نفسي شقية وتقطعت عني نسيم هبوبة 20 ليلة في اليهد مكروبة عيني زهيرة واللي يد موكوبة وهذا النظر عندي وتبعت دروبه صوب المغادر صحتي مكتوبه لقيت ريم حزمته مسلوبه ورحبنا 400 ترحوبه حاولت وبمغط يميني صوب ورد بكفيف مردف بذهوب ساعتي دي لافت يد المخضوبه روح اظلها من يسلوي نوبه وثنت على العاده يدي مذروبه غاب العضل منها ودا ليوبه وشكرت معبوده وقريت التوبه وكان البشر شفي بشر من يوبه وسلمت يا الحاضر. سلامتك خالتي صح لسانك تعبتيها. طيب ايش كذا نسمع شله اخيره احنا والمشاهدين ان شاء الله بتسمعوا زفت الشبكه بنكمل الشبكه اللي احنا بعد غنينا كلمتوا عن ايوه طيب يلا حلو أيوة. البنات هنا جاهزين بيشجعوا بعد طيب نكمل تقلبي تقلبي فوق الوسادة تقلبي سمة وسيادة تقلبي فوق الوسادة تقلبي سمة وسيادة تقلبي وبقلبش روحي تقلبي ويمي ويا روحي تقلبي فوق السطوحي تقلبي وبقلبش روحي تقلبي ويمي ويا روحي تقلبي فوق السطوحي تقلبي ويمي ويا روحي تقلبي فوق السطوحي تقلبي وسمة وسيادة تقلبي فوق الوسادة تقلبي وتقلبش روحي تقلبي بي وعزيز تروحي تقلبي بسمة وسيادة تقلبي بفوق الوسادة تقلبي وبقلب شروحي تقلبي عزيز تروحي تقلبي بفوق السطوحي تقلبي وبقلب شروحي تقلبي بفوق الوسادة تقلبي بسمة وسيادة تقلبي بفوق الوسادة تقلبي بسمة وسيادة تقلبي وبقلب شروحي تقلبي وعزيز تروحي تقلبي تقلبي يا الخطيب تقلبي يا رمس وطيب تقلبي فوق الوسادة تقلبي دوسوق طنك دوسوق فوق العراد دوسوق وعراد تماي دوسوق ودوسوق طنك دوسوق وفوق العراد دوسوق وعراد تماي دوسوق وما يد بن سالم دوسوق ودوسوق طنك دوسوق فوق العراد دوسوق وما يد بن سالم طاع يصبر عن وداده والحنان كل ما ترجيته وقررت اساله عياي ابو حسرار قلبه من زمان مطاع قلبي صد عنه ويهمله ولا طاع يصبر عن وداده والحنان كل ما ترجيته وقررت اساله عياي ابو حسرار قلبه من زمان ابن السنان وخبره قل له وليفك ينتظر منك البيان دارك شرابه والاكل ما ياكله حسبي عليك الله يا مدعوج العيان قم ثيبني ابن السنان وخبره قل له وليفك ينتظر منك البيان دارك شرابه والاكل ما ياكله
حسبي عليك الله يا مدعوج العيان. وترك كلام الواش خطة مدبرة، بسرع ثواني اخاف ترمي بك مكان. القلب جالس بانتظار بعسكره، يا سعد حظ اليوم قد حان الاوان. وترك كلام الواش خطة مدبرة، بسرع ثواني اخاف ترمي بك مكان. القلب جالس بانتظار بعسكره، يا سعد حظ اليوم قد حان الاوان. مطلع قلبي صد عنه ويهمله، بلا طاع يصبر عن وداده والحنان. كل ما ترقيته وقرب على هذه الانغام الجميله وهذه الحلقه الحلوه اليوم على الفنون الجميله اللي فعلا استمتعنا فيها من خلال ضيوفنا اللي موجودين. خالتي نشكركم كثير على الجية، جزاكم الله خير، وأمتعتونا وأمتعتوا كل الحضور والمشاهدين أيضا بالفنون الحلوة. وهذه هدية مقدمة من شبكة منتديات ليالي مسقط، مشكورين اللي دائما كذا متواصلين معنا. وأيضا هذه لك خالتي هدية مقدمة أيضا من شبكة منتديات ليالي مسقط اللي دائما متواصلين فعلا معنا، ويغطوا العديد من محتويات البيت العماني اللي ممكن أيضا ترتادوا هذه الشبكة وتتصفحوا فيها. راجع لكم إن شاء الله أحبتنا في الختام بعد الفاصل إن شاء الله. كل ما ترقيته وقررت اساله، عيا يا ابو حسرار قلبه من زمان، وعيا يا ابو حسرار قلبه من زمان، وعيا يا ابو حسرار قلبه من زمان. يعطيك العافيه، هذا كانه شرح. شرح عبد الله الشرغاوي. شرح شرح من اهالي صور، هذا انه في شويه اختلاف بين شرح محافظه الظفار وصور شويه. اي نعم. حلو انك يعني تاخذ من يعني الالحان من فنوننا العمانيه الجميله. وناخذ من كل بستان ونقول زهره يعني. اي نعم. وهذه البساتين يوم تكون يعني هذه الزهور يوم تكون محليه تكون احلى. اكيد شيء اكيد. شكرا لك يا سليمان، احنا هذا الحضور الطيب، ونتمنى ان شاء الله نشوفك مره ثانيه. ان شاء الله ان شاء الله. مشكورين مشكورين على هذا. وهذا الصندوق جانا يا وليد، يا بتو هذا الحلوه، ايش جبتي؟ ها؟ جبتي صندوق؟ يلا فاصل احنا وبعدين نرجع ان شاء الله للختام. يوم احمل الخير وصلني لديرتهم، باشوف ذيك السفن اللي تصنع بديرتهم. شحشح وميدان وكثير فنون في ديرتهم، اهلها اسود البحار ونواخذها فيها. عنوان لهم في المجد تاريخ يرويها، كم من صروح للعلم قابوا اسبانيها. ابغى الفسر يا اخي كان تعلم بديرتهم هذا اللغز. اما الخيارات، هل هي مسندم ولا صحار ولا صور؟ لا
أنا يا لا أنا ويا لو ببدي بسلام أنا أحلى من طعم العسل. إيش يقول النشيد؟ يقول يا ندي بيها تقول تو أذن اللي في الدخول نافوق نغمزت التقول عن هالضباح العاديات عن هالضبايح كلهن ومحنتي لاريتهن فيهن ثلاث قاتلات فيهن ثلاث بالعدد يمشين رويدة في البلد. يقول أي عد يا كيو مرة ثانية باها بصوت عالي. يقول أي عد يا كيو روحن أدنا روحن عتن روحن جليل 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 وسر يسر جليل شكلهم يا أمل ها؟ إيه ما شاء الله عليهم وأمين بالعافية إن شاء الله. بعد اليوم قبولي مسوية بالعافية بالعافية إن شاء الله إن شاء الله. إحنا وصلنا الحين للقرعة وهذا المندوس تعالي نسحبي ثنتين. عبد الله تبي تشرد؟ لا لا ما تشرد تبي تشرد شايف الأكل ها؟ يلا أعطينا ورقتين من داخل جيبي 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 واحدة هي. جيبي مشغولة بالحلاوة جيبي واحدة جيبي واحدة منها جيبي واحدة حبيبي جيبي ورقة جيبي ورقة ليش زعلانة جيبي ورقة جيبي ماري جيبي واحدة أنا أعطيني أعطيني أيوة يا سلام أميرة البلوشي أميرة البلوشية أميرة. يلا بعد واحدة بعد واحدة يلا يا سلام شوفي كيف شاطرة يوم ما أعطيناك الصندوق أنت ما علي عبد الله أيوة. وليد لوهيبي لا وليد الزيدي وليد الزيدي وليد مبروك الزيدي. يا وليد ولي أميرة البلوشية مبروك للي فازوا معنا اليوم حظ أوفر للبقية إن شاء الله. دائما نتمنى هذه الحلقة يعني أعجبتكم واستمتعتوا فيها وقضيتوا معنا وقت جميل. غدا إن شاء الله أيضا بنلتقي معكم أحبتنا مع ضيوف جداد وفقرات أيضا متنوعة. لكم أكبر التحيات من معد البرنامج وفكرية الوهيبي وكل الشباب اللي موجودين هنا يسلم عليكم ولكم التحية الكبيرة أيضا مني وأشوفكم إن شاء الله بكرة على خير. شكرا لحضراتكم أعزائنا المشاهدين انتظرونا بكرة إن شاء الله مع سوالف جديدة وضيوف أيضا جدد والهدايا قالوا الهدايا اليوم مقدمة من الهيئة العمانية للصناعات الحرفية ونور مجان للساعات والمجوهرات وشبكة منتديات مسقط وشركة خالد بن عبد الله بن صالح النعماني لخياطة الملابس الرجالية. شكرا لكم على ما تقدموه للبرنامج. يلا احنا ما بقى شيء الا نقول لكم البيت العماني نترياكم بكره. قول البيت العماني خلص. يلا مع السلامة. قولي البيت العماني خلص مع السلامة. يلا قولي 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 بعد قولي البيت العماني خلص مع السلامة. قولي قولي البيت العماني خلص مع السلامة. قولي اذا احنا عندنا كذا شيء بنختم فيه اليوم من ضيوف من ضيفاتنا من ضيوفنا اللي فعلا اصروا انهم يسمعونا يا ويختموا معه نسمع مع
وبكر عيل الله مريميس ودعتك بالله مريميس وبكر عيل الله مريميس ودعتك بالله مريميس وبكر عيل الله مريميس ودعتك بالله مريميس وبكر عيل الله معي ودعتك بالله معي وبكر عيل الله مريميس ودعتك بالله مريميس وبكر عيل الله مريميس ودعتك بالله مريميس وبكر عيل الله مريميس ودعتك بالله مريميس وبكر عيل الله مريميس وبكر عيل الله مريميس ودعتك بالله مريميس ميسوس حلو قحله مريميس وبكر عيل الله مريميس ميسوس حلو قحله مريميس ودعتك بالله مريميس وبكر عيل الله مريميس ودعتك بالله مريميس وبكر عيل الله مريميس ألف الصلاة وبكر عيل الله مريميس ودعتك بالله مريميس ودعتك بالله مريميس وبكر عيل الله مريميس ودعتك بالله مريميس وبكر عيل الله مريميس ودعتك بالله مريميس وبكر عيل الله مريميس ودعتك بالله مريميس وبكر عيل الله